إذا رجعنا معكم مشاهدينا والوقت الأخير والمتبقي، بالتأكيد اليوم راح تكون معنا الفنانة التشكيلية اللبنانية اللي أكيد تواجدت معي من خلال استوديو صباح آسيا أحلام عباس، خرجت معهد الفنون الجميلة، شاركت في العديد من المعارض والأنشطة الجماعية داخل لبنان وخارجه، وحازت على جوائز من مسابقات ومعارض فنية مختلفة. أهم أعمالها التشكيلية هي قضايا إنسانية وأبرزها موضوع المرأة بالتعريف عن أهمية ودور المرأة في المجتمع ومناصرة قضاياها. إذن معايا الفنانة التشكيلية الرسامة الجميلة أحلام عباس. أهلا صباح وسهلا الخير، عليكم. صباح النور. رافقتيني بالفقرة الأخيرة، إن شاء الله نحس بالمتعة من خلال أيضا اللوحات اللي راح تكون مرافقتنا. أكيد. بداية، إلى أي درجة ممكن أن تؤمنين بأن الفن رسالة؟ الفن التشكيلي اختلف على تعبير عن أهميته أو فايدته عبر العصور. في منهم من قال إن الفن هو لميزة جمالية بس بالشكل، وفي منهم من قال إنه هو لحرفة أو مهنة في مثلاً بمثل مجال النجارة أو الخياطة. الأبرز والأهم إنه هو رسالة. إذا ما كان الفن له غاية إنسانية بتساعد الإنسان بشتى محاور حياته، ما بيقدر إنه يكون له فايدة أو له بصمة تفاعلية بحياته، من مثلا من الفنان للجمهور والعكس، من الجمهور للفنان، ليعكس هيدا الشيء على بصمات لوحاته. طيب أحلام، أريد أعرف أيضا أنه إذا طالما الفن هو رسالة وأنه بنفس الوقت هو في خدمة المجتمع، ممكن كيف أن تنتقي أحلام عباس الفنانة التشكيلية مواضيع لوحاتها وحتى أعمالها الفنية؟ بشكل عام بتأثر بمحيطي مثل أي إنسان بيتواصل مع نشوف هذه اللوحات يمكن بيتواصل مع المجتمع وبيتواصل مع الأفراد وبيتواصل مع القضايا الإنسانية، وأكيد في عندي رسالة داخلية إني أنا أترك بصمة، يا إما أعكس مشكلة أو قضية عم بتصير بمحيطي لحتى نوصل رسالة أو صوت للمعنيين لحتى نقوم بحلها أو معالجتها، أو مثلا كون عم بأيد أو ناصر قضية معينة مثل قضية المقاومة أو القضية رح الفلسطينية. نتحدث عن هذا الموضوع حتى ما نسبق الأحداث وحتى ما نسبق الأسئلة. تحدثتي لي عن بالنسبة لشغلك عن الأمور اللي محيطة بيك، يعني لوحاتك أكثريتها هي لوحات واقعية مو لوحات على الشيء الخيالي اللي يدور في بال أحلام عباس، يعني الأغلب هو لوحات واقعية بس بأسلوب بدائي وطفولي وبألوان زاهية قريبة للفن الموتيفي الشعبي، بس القضايا واقعية. احنا دائما نقول المرأة عطاء بلا حدود، ايش قد ما تنطين تحسيها انه هي مقلة لكن عطاءاتها كل شوي، خصوصا بالفترات الأخيرة بلشت تاخذ صداها ومركزها في المجتمع، بالتأكيد في كل مجتمع موجود. لكن سؤالي بربط هذا الكلام اللي انا ذكرته، انه تحتل المرأة حيز مهم بمشاركاتك الفنية، اي مشاركاتك اللي تكون هي موجودة على اللوحات او بالمعارض اللي تكون معروضة. نتحدث عن دور الرسم بالنسبة للوحات اللي موجودة، ممكن أيضا المتلقي أو اللي يحب يشاهد لوحات أحلام عباس يحس بأنه هذه اللوحات هي لوحات توعية. بحاول قد ما فيني بلوحاتي أني أرسم بطريقة يقراها عامة الجمهور، يعني الجمهور اللي ثقافته متوسطة بالفن أو أقل أو كتير واصل أي لدرجة توعية من تجاه الفن. حقوق المرأة، يعني توعية تجاه حقوق المرأة بأسلوب مبسط وسهل. يعني بأحد لوحاتي رسمت أم عم بتضم طفلين بشكل خايفة، الخلفية شخص بقناع ذئب، مش شرط يكون الرجل بس بشكل عام أي شيء بتخاف منه المرأة. طبعا هذه هي اللوحات اللي نشوفها أو حياتها. شنو تفاصيل هذه اللوحة؟ هيدي اللوحة هي حالة حروفية عشق لغلاف أحد الشعراء إن شاء الله بده يصدر أحد دواوينه، فيها هذيان وحالة من التآلف الإنساني بين الزوج وزوجته أو الحبيب وحبيبته بأسلوب إنه إنساني مبسط، وكثرة الحروف حواليهم لأنه بتحس دايما كان الصمت بالحوار أو الكلام هو عبارة عن حروف. يعني مثلا هذه اللوحة اللي بدنا نشوفها، بهيدي اللوحة عكست فيها داخل الفنانة التشكيلية أو المرأة الموظفة اللي بتكون على الرف بمجتمع بطريقة أنه هي بدها تعطي تجاهد بمجال شغلها بمجال أسرتها بيتها أولادها، بنفس الوقت
بتحسي الزمن بيسبقها او بيسرقها، ما التفتت بعد لنفسها. طيب إنه لا. لو ردت اسالك عن اللوحات اللي انت تعمليها، لوحاتك يعني اللي تكون خاصه باحلام عباس، احيانا نقلتي من خلال رسمك لهذه اللوحات العنف ضد المراه ايضا؟ نقلت بقوه العنف ضد المراه بعده لوحات. يا يعني قريبه لهذه اللوحه مثلا؟ هون ايه بحالة حزن قلق، ممكن تكون بسبب الفقر، ممكن تكون بسبب الإهمال الأسري المحيط فيها، ممكن تكون بسبب تحرش المجتمع من ناحية الفساد، بعدة نقط سلبية. الحزن أوقات رسمت بورتريات لامرأة حزينة، رسمت لامرأة مثلا بحال فزع وخوف، ونفس الوقت الصورة الإيجابية للمرأة العاملة الأم المحبة المعطاءة المقاومة. خليني اتحدث بكل صراحه وياك يا احلام. كون الفن هو مراه او مراه تعكس الواقع، وانت بنت من جنوب لبنان طبعا بالتاكيد، والمقاومه بهذه اللوحات كان لها دور اكيد، بده يكون في بصمه كثير كبيره لجانب المقاوم. الفن هو بحد ذاته لازم يكون مقاومه، مش بشرط المقاومه بمعنى الحرب او السلام، المقاومه بيكون باي قضيه، لما انت عم بتشيري لاي موضوع انساني، عن الفقر، عن التشرد، عن القضيه الفلسطينيه، حقك او حقوقك ببلدك، حقوقك بانه طلبك للسلام، هي لحالها بحد ذاتها مقاومه موجوده فينا، لازم نعكسها على لوحتنا كفنانين تشكيليين. طيب هذه اللوحات اللي تنعرض، ممكن ان ناخذ شيء من هذه اللوحات اللي موجوده، اللي هي ممكن نشوف انه احلام كيف دعمت المقاومه في لوحاتها؟ يعني حاولت كثير اني ابسط واطلع عن المألوف، لانه الفن المقاوم له رموز وله تعابير مكرره. وابرز الفنانين التشكيليين بالوطن العربي هو اسماعيل شموط رحمه الله، فنان تشكيلي فلسطيني رسم بشكل واقعي كثير الاحداث اللي بتصير من حرب وقتال ووصولا للمجازر المشابهه عنا هون بلبنان. انا حاولت اطلع للون مثل اللون الاحمر القاني اللي بيدل على دم الحب. الشهيد او الحب، لانه بالنهايه الشهاده لحالها طبعا درجه أكيد. عشق وحب للخالق. بنفس الوقت زهور الأقحوان ترمز للشهيد حطيتها بلوحاتي، حبيت دايما يكون وجه الشهيد مخفي ملامحه مش واضح لمين، ما حبيت سمي شهيد معين، لأنه بتحسي بعد في شهداء مقاومين عايشين بيناتنا ما أجل شهادتهم لا الله يريد، بس بتحسي المقاوم والشهيد واحد، واحد بالسماء واحد بالأرض. يعني بعض لوحاتي رسمت طيران موازية لبعض، هيدي لوحة المرأة الفلسطينية الأم والزوجة وأم الشهيد وزوجة الشهيد وبنته مثلا بحالة وعد وعهد أنه أنا طالما باقي اللون الأخضر بالغصن الزيتون الفلسطيني أنا باقية بحلم العودة لوطني ولبلدي، ومتمسكة بهيدا الشيء أنه ما حأتنازل عنه. طيب تحدثيني عن الرموز او الالوان او حتى الشيت كيف يكون بصوره احلام عباس باللوحات اللي انت تعمليها، مو تشوفين اكو شيء يكون من الصعب ممكن ان يكون موجود في هذه اللوحات؟ يعني خصوصا انه ما ممكن ان توصفين الشهيد باي طريقه، لانه بالتاكيد الطريقه ايش قد ما انت في بالك ممكن ان توصفيها يكون وصفها جدا صعب، بالاضافه الى الالوان اللي تستعمل ايضا. في حالة من الوجدانية والموسيقى الخافتة بداخل الفنان المتأثر بمحيطه من ناحية المقاوم والشهيد. أنا بحالة لحن بحط اللون، أو ما بحب أن يكون بشكل كتير واقعي، لأنه بتحسي قد ما أنك يا عم تكون عم تنقلي صورة بشكل تصوير فوتوغرافي أو عم بتحطي أنت، بس هي هذه اللوحة تعبر لأكثر من عنصر أو لأكثر من موضوع او شيء مقصود يعني على العموم، لكن شنو اللي ممكن ان توضحيه اكثر يعني للناس؟ بالتاكيد اللي يشوف هذه اللوحه ومدروجه في هذه المنطقه، ما اعرف اذا يسمح المخرج او الكاميرا ممكن ان تكون هنا، شهيد مكتوبه كلمه شهيد. اوكي. هون كلمه شهيد كانت مثل ختم او بصمه بشكل قوي وواضح، لاني بدي اقول انه هذه رسمتي هي عباره عن الشهداء
اللي عم بتكون بكل قوة موجودة لحتى تخلصنا من أي احتلال أو أي عدوان. بنفس الوقت في ترقب، بتحسي في سياج إنه بعد نحن محتلين، بعد نحن ناطرين لأوسمة وميداليات، هي على شكل ميدالية، أوسمة وميداليات بعد حتنحط على صدور شباب قادمة. طيب بعيد شوي عن دعم احلام للمقاومه بلوحاتها، خلينا شوي نتحدث فيما انه احنا بشهر محرم الحرام، شهر عاشوراء. للفن العاشوري ممكن ان يكون دور في لوحات احلام عباس؟ اكيد عاشوراء هي جزء من وجداني، وكثير بحب اني انا كمان اعبر عن هيدي الملحمه الخالده اللي فيها يعني مثل هذه اللوحات. هيدي بخبر فيها انه عاشوراء باقيه وموجوده، ومم يعني بعد اثار الظلم موجوده لحد هلا، بعد المشاهد اللي صارت بعاشوراء مع الامام الحسين عليه السلام عم تتكرر لهلا، بعد في ناس بدها مين ينصرها بطريقه انه الكل يرفضوا الطغيان والعدوان بطريقه يكون في مفتاح لا 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 قوه ليطلعوا من قضبان الظلم والسجن. رسمتها كمان بشكل مبسط وموتيفي او بشكل حروفي، بيبرز مثلا مثل حسين مني وانا من حسين، كامتنان لهيدي الملحمة. تحديدا في هذه الاجواء العاشوريه ممكن تكون عندك الوان خاصه ان تستعمل في لوحاتك؟ ميل للالوان البارده، الازرق والبني بطريقه، مع وضع بصمه الاحمر لالفت النظر لشيء معين بطريقه انه هون انا قصدي بالرمز اللوني اني اعبر عن معنى اللوحه بطريقه وجدانيه عميقه. طيب بالتاكيد لكن اكو صعوبه انه ممكن الفنان التشكيلي والرسام التشكيلي يعني يعبر لرمز جدا صعب، رمز الى تاريخه والى قدسيته بالتاكيد والى سنين اللي مضت وسنين اللي قادمه، وخصوصا انه تحديدا هذا الشهر اكيد تكون الى اجواء وطقوسها الخاصه. ما تشوف احلام عباس انه عندها شوي صعوبه في وصول هذا الرمز المقدس؟ ما في صعوبة ليه، لأنه في عندك جمهور مثقف وواعي، في عندك زخم وعطاء بالفن المقاوم صار موجود بالعالم، حتى بالدول الغربية صار موجود. إذا السنة تحديدا بكتير بلاد أجنبية بالشوارع حاطين يافطات عن عاشوراء، درجة كلمة هيهات بطريقة كتير قوية، ترفض الذل والهوان والنصر، فبطل في انك انت عم تتعاملي مع جمهور وعيه قليل انك انت تقدري تبسطي لتوصلي بالمعنى بشكل قوي، من انك ترسمي محل التصوير الفوتوغرافي او تبيني الصوره بشكل انه كثير مباشر. لكن عاده بالعاده يعني وبالايام الطبيعيه اللي تعتمد عليها الرسامه الفنانه التشكيليه برسم لوحاتك، الالوان الاساسيه اللي تحسيها هي اساس حياه احلام؟ بحب دايما يكون في حدود للشكل بالرسم اللي هو الاسود، بس مش بالمعنى انه الاسود هو الاسود. الاسود شويه حاد ولو هو سيد الالوان، يعني الاسود هو سيد الالوان وهو اللي بيترك بصمه الحدث بطريقه ممكن يلفت النظر مثله مثل اي لون. يعني ممكن انت تحطي الوان ازرق احمر اخضر، بس اللي بيمسكها وبيرزا اعطيكي مثال مثلا رسم العين، بس تحطي الكحل الاسود للعين فبتحسي هون برز جمال العين، نفس الشيء باللوحات. تحدثنا من خلال ما موجود بمواضيع مختلفه، تحدثنا عن المقاومه، تحدثنا عن الام، وايضا تحدثنا عن الشهيد، وتحدثنا عن شهر عاشور. اذا فعلا الفن ممكن ان يوصل رساله حقيقيه لكل شخص ممكن لربما يكون يعني خافيه عليه بعض الامور، او لربما ما يكون فاهم كل شيء. ليش انا سالتك قلت لك انه اكو رموز صعبه، ممكن ان كيف المتلقى وكيف يكون المشاهد انه ان يكون فاهمها، لربما محتاجين الناس الى ترجمه. احيانا هي تكون مترجمه ورموزها بسيطه والالوان ايضا جميله، لكن ممكن الشخص ما يكون مترجمها بطريقه سريعه. طبعا فنية. عجبتني هذه، ردت اسالك يعني قبل ان اسالك سؤالي الاخير، يعني هذه شنو؟ هيدي اللوحه هي حفر على الخشب وطباعه تروي مسيرة السبايا عليهم السلام، السيدة زينب عليه السلام بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وهي من آخر الأعمال اللي أنا عم بقوم أشتغل فيها بشكل جداري كبير
طبعا حطيت لون الاسود بطريقه لانه بتحسي في سواد وعتمه حزن وبقاء لهيدي يعني انه انت تحفرين على الخشب ايضا؟ اكيد في تقنيات كثير بشتغلها بالفن، بالرسم، حفر على الخشب، زجاج، تلوين على الزجاج، مزيك الحجر. يعني لازم هسه تسوين اسمي على زجاج ان شاء الله بالايام القادمه. اكيد معي. خلينا نتوجه بسؤالي الاخير اللي انتشر بحادث على عديد من دواوين الشعر والكتب ايضا، ممكن ان تكون رسمه للوحه خاصه بمحتوى الديوان؟ الشعر هو عباره عن لوحات حروفيه متكلمه. ممكن الشاعر يرسم لوحة بجمل، نفس الوقت الرسم هو عبارة عن ألوان وخطوط بتحكي قصة أو خبرية أو شعر. فكان إلي مشاركات مع بعض الشعراء بترجمة شعرهم للوحات لونية وخطوط. طيب مثلا هنا أنا علي عباس، شاعر علي عباس على الجمر. على الجمر هي قصائد للمقاومة، بتحكي طبعا بقاء السلاح للجهاد وللمقاومة والنصر اللي دايما موعودين فيه ومتحوفين فيه من خلال شهادتنا أو انتصارنا بعد. يمكن جاوبتني على هذه اللوحة اللي كان في بالي نسألش أنه ليش اختار هذه اللوحة يعني تحديدا؟ أكيد أنا رسمت أول شغلة لوحة برس فيها عين المقاوم أو عين الشهيد. الإجابة كانت واضحة بطريقة لأنه هي اللي عم تحمي، هي اللي عم تسهر، هي اللي عم بتواكب الأحداث من حوالينا ونحن عم نعيش حياتنا بشكل طبيعي وعادي. فحسيت أنه أنا الشهيد أو المقاوم عم بختصره بس بهيدي العين المتيقظة المترقبة اللي عم بتضلها باستمرار محيطة فينا. بالتأكيد أنا أقول يعني عندك كتاب ثاني أو أكو كتاب ثاني موجود معانا أيضا، هذيان في حمى من الحب. أوكي. للشاعرة أمل طنانة بوجه لها تحية. كمان القصائد مختلفة ما بين مقاومة وما بين عشق وما بين يعني كان فيها كثير معاني وجدانية وألوان. حسيت فيها أنه الشاعرة بوجه الأنثى الموجود بكل الأطياف وبكل الألوان لو أنتوا رسمتوا. وهذا أيضا كتاب جديد لمحمد علوش، مواوي للشاعر محمد علوش، شعر شعبي باللغة المحكية اللبنانية. بهيدا الشعر حسيت كان معنا ضيف أيضا يا زميلي أحمد الهاشمي، نوجه له التحية الأستاذ محمد علوش. محمد علوش بصراحة خلاني أقطف من كل قصيدة سكتش سريع جمعته بجداري اللي رسمتها لمواويل، فيها كمان المقاوم، فيها الشاعر بحالات الحب، بحالات الشعر المقاوم، الشعر الاجتماعي المحيط فيه، لأنه كمان أشعار محمد علوش كمان إنسانية واجتماعية وللمجتمع ومن المجتمع. طيب اذا انا تمنيت يكون وقت اكثر، لان بالحقيقه الدردشه مع حضرتك جدا جميله، لكن نورتيني باطلالتك وببساطتك ولوحاتك الجميله. ان شاء الله يا ربي انا اقول موفقه في اعمالك القادمه، وان شاء الله دائما تكون المعارض مستمره واعمالك التشكيليه اللي هي تخص قضايا انسانيه، واللي بالتاكيد تحدثنا عن مواضيع كثيره واللي كان ابرزها هي المراه والتعريف عن اهميه المراه وغير هذه الامور. اذا موافقه وشكرا لك ولوجودك في برنامج صباح عاسي. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم. شكرا. اذا مشاهدينا قبل ان اختم محتاجه بالتاكيد الدلال شوي والربط من آلة العود ومن هذه اللوحات الجميله ومن دلال الى الفيسبوك. بالتاكيد هذه هي الصفحه الرسميه لصباح عاسيه. كان زماننا رعد معكم على مدار الوقت اللي بلشنا وياكم بمشوار صباح عاسيه، الثامنه بتوقيت لبنان، التاسعه بتوقيت بغداد الحبيبه. يوم غد راح اكون معكم بحلقه جديده ان شاء الله يا رب. اليوم كل ما قدمنا لكم نال رضاكم واستحسانكم، وبالتاكيد كل الناس اللي كانت جالسه تتابع قناه اسيا الاخباريه وبرنامج صباح اسيا للشرف، ودائما تكونون منوريني في اي وقت وحتى في دخولكم على الصفحه الرسميه الخاصه بزمن ولا الصفحه الرسميه بصباح اسيا. حياكم الله شباب بالكنترول، البث المباشر للاستوديو. الى ذلك الحين الى اللقاء.